الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله سمع الله لمن حمده Thank you.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين أريد أن أذكر فقط في بداية الأمر أن تكثر الدعاء للأموات الأموات من أهاليكم وأموات المسلمين كذلك ورد أن الميت حينما يدعو له ابنه أو أحد من أقربائه
يؤتى له بأطباق النور، أو في رواية أخرى يرفع درجة فيقول يا ربي من أين هذا؟ يقول من دعاء ابنك فلان أو فلان أو زوجتك إلى آخر ذلك، أو زوجك إلى آخر ذلك. وكذلك هي منفعة للميت ومنفعة لنا كذلك، الدعاء للميت من أين؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أنت مت الآن وكانت درجتك 30 ووالدك الذي كنت تدعو له درجته 100، مباشرة تلحق بدرجة ابنك أبيك. إذن الدعاء للميت يوميا هذا يرفع من درجاتنا ويرفع كذلك من درجات أمواتنا. أريد أن أتكلم اليوم وأرفع بعض الهمم. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة إبراهيم عليه السلام، كان أمة، يعني كان رجل واحد لكن كان وزنه وزن أمة. كان ينصح أباه بعدم صناعة هذه التماثيل، ويذهب ويحطم التماثيل ثم يرمى به في النار، ثم يدعو إلى الله عز وجل. إبراهيم كان أمة وكان من رجال الإسلام، كان أمة وكان من رجال الإسلام. لكن كلمة رجل، رجل هذه عندها وزن في الإسلام. ومن المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين رجال، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا معنى الرجال، الثبات على الدين، كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، أن تشغل نفسك بالدعوة للإسلام، بالدعوة للإسلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. يعني أعلنها بأنه مؤمن فقتلوه فمباشرة دخل الجنة. فماذا قال في الجنة؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. حتى وهو ميت يتمنى أن قومه يعلمون بما غفر له ربه وبما أكرمه الله عز وجل. هذه رجل واحد. قبل ذلك ذكر الله 3 رسل لم يتكلم عليهم كما تكلم على هذا الرجل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. 3 رسل ذكرهم الله عز وجل، لكن أكثر من ذلك ذكر هذا الرجل الداعي إلى الله عز وجل. هذا الرجل الذي ملكت الدعوة إلى الله عز وجل وملك الإسلام تفكيره وحسه إلى آخر ذلك. مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان أول كما نقول بمفهومنا العصري سفير للإسلام إلى المدينة المنورة، لم يترك بيتا إلا دخله الإسلام، إلا كان فيه واحد من الإسلام. ذهب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد المدينة قد تهيأت له، هيأ له المدينة وهو رجل واحد
تربى مدللا، كان يعرف بعطر صهيب بن عمير او لباس صهيب بن عمير. يعني كان الرجل يعني في قمة الدلالة. ثم بعد ذلك لما تحول إلى الإسلام أصبح داعي للإسلام، فلما مات لم يجدوا ما يكفنونه به إلا بردة إذا غطت رأسه كشفت رجلاه، وإذا غطت رجلاه كشف رأسه. هؤلاء هم الذين ضحوا من أجل أن يصل إلينا الإسلام، ليس بعيدا عنا. هذا عبد الرحمن بن الصمير، هذا رجل كويتي طبيب، يعني كان يعيش العيش الرغيد في الكويت وفي كندا إلى ذلك، تعلم في كندا، ولكن لما أراد الله به خيرا جعله داعية في إفريقيا، يأتي وقد أسلم على يديه 12 مليون. كان يزور إفريقيا ويدعو الناس إلى الإسلام، وكان يبني في كل مكان مسجد ومستوصف إلى آخر ذلك. هؤلاء الذي ينبغي أن نقتدي بهم، ينبغي أن نقتدي ونربي أبناءنا عليه ونجعلهم قدوة. مصعب بن عمير رجل ياسين، لماذا لا نقص على أبنائنا هذه القصص، أو لماذا لا نتذكر نحن هذه القصص حتى تجعل لنا همة عالية، ورب همة أحيت أمة، ورب رجل واحد ملكت الدعوة كلها، عقله وتفكيره وكل شيء، فيفكر في الدعوة، في صلاته، في أكله، في شرابه، إلى آخر ذلك، فينصر الله به هذا الدين ويمكن لهذا الدين به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. ينبغي أن نتفكر أيها المؤمنون أن من المؤمنين رجال، وينبغي أن نكون رجال هذا الدين، من المؤمنين رجال، وينبغي أن نكون رجال هذا الدين بثباتنا بكل شيء، أن نحكم الإسلام في أنفسنا قبل كل شيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني سبحان الله، أحد لا يتحكم في غضبه، لا يتحكم في نفسه، في شهواته، ويفتخر ويقول أنا رجل وأنا كذا إلى آخر ذلك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت،
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
شيخ رحمتي حياكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بتوثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.